السلام الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذن ايها الاخوه الاعزاء، هذا مجلس اخر يسره الله تعالى بفضله ومنه، فنسال الله تعالى ان ينفعنا بما نسمع وان يوفقنا للاستزاده من العلم النافع المورث للعمل الصالح. فتتمة لما مر معنا في الحصة السابقة، حيث كنا نتكلم عن بعض أصول أهل السنة وقد ذكرنا ما يسره الله تعالى، فهذه الحصة هي تتمة لما مر. فهذه الحصة سنتم فيها إن شاء الله تعالى تلك الأصول العظيمة التي ينبغي لنا أو يجب علينا جميعا أن نهتم بها وأن نعرف قيمتها وأهميتها في ثبات المسلم، لأن هذه الأصول التي نذكرها من أعظم ميزاتها وفوائدها أنها سبب في ثبات المؤمن. وكل من زاغ أو ضل أو زل فالسبب الرئيس هو أنه فرط في هذه الأصول العظيمة، لأن هذه الأصول هي سياج من خلالها يعرف المسلم واش لا زال على الجادة ولا خرج على الجادة. إذا كانت هذه الأصول هي سليمة فإنه لا زال في جادة ولا زال على الطريق المستقيم، وإلا خالفها وخرج عليها فإنه خالف طريق أهل السنة وخالف طريق الصحابة رضوان الله عليهم. إذن انطلاقا من هذه الحصة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالله، وغادي نجعلوه أصل مستقيم، الإيمان بالله، كذلك الإيمان بالرسل فهو غادي نجعله أصل مستقيم، كذلك الإيمان بالكتب، وكنقصد بالكتب الكتب المنزلة، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. بعد ذلك، بعد ما نذكروا هذه الأمور اللي هي ستة أو أركان الإيمان الستة إن شاء الله تعالى، سنذكر أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة لها علاقة بالركن السادس من أركان الإيمان اللي هو الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر كما سأنبه عليه في موضعه يتضمن الإيمان بما يكون قبل اليوم الآخر وبما يكون بعد اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يعني هذه الكلمة تطلق ويراد بها يوم الحساب، تطلق ويراد بها يوم الحساب، ويوم الحساب تسبقه أحداث وتتبعه أحداث. يعني من أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا من اللي غادي نتكلم عن اليوم الآخر إن شاء الله تعالى، سنتكلم عن الأحداث التي تسبقه، واللي كيسبق اليوم الآخر علامات وأشرار تنذر وتنبئ وتخبر بقرب وقوعه. كذلك بعد اليوم الآخر سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أهوال يوم القيامة، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن تفريعات هذه الأمور بما ييسره الله تعالى، ولنحاول إن شاء الله تعالى الراعي والاختصار بما يناسب هذه المجالس، ولنتحدث إن شاء الله تعالى عن الجنة وعقيدة أهل السنة في الجنة، ونتحدث عن النار وعقيدة أهل السنة في النار. فهذه سلسلة إن شاء الله تعالى هي تابعة لأصول أهل السنة، فأنا أرجو من إخواني أن يهتموا بها حتى يعرفوا أو حتى يفقهوا عقيدته المتعلقة بهذه المذكورة. إذن ابتداء من الحصة المقبلة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله، بعد ما معنى الإيمان بالرسل، من بعد يعني الإيمان بالله عز وجل سنجعله في حصة مستقلة، الإيمان بالرسل غادي نديروا لي حصة مستقلة، الإيمان بالملائكة كذلك غادي نديروا لي حصة مستقلة، وممكن يكون جوج حصة، فالإيمان بالملائكة، كذلك الإيمان باليوم الآخر، كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن كتوطئة هذه الحصة إن شاء الله تعالى غادي تكون كتوطئة، لأن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وكذلك أشراط الساعة جمعت في حديث معروف عندنا جميعا، هو حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور. إذن هذه الحصة إن شاء الله تعالى غادي نذكر فيها هذا الحديث، ولنحاول إن شاء الله تعالى أن أسرده وأفكك ألفاظه بشيء من الإجمال ومن الاختصار،
والغرض اولا واخرا باش نحفظوا هذا الحديث، لانه هو اللي غادي نتفرعوا فيه في الحصص المقبله. اذا هذا الحديث لوحد جبريل العظيم اشتمل على اركان الايمان واشتمل على ذكر الساعه وذكر بعض اشراطها. اذا هذا الحديث راه من بين احاديث الاربعين النوويه، وهذا الكتاب هو كتاب الاربعون النوويه فيه 42 حديث، الفه عالم من العلماء اسمه محي الدين النووي رحمه الله. وهذا الكتاب هذا يحفظ، راه ماشي غادي يحفظوه غير طلبه العلم، بل المسلم مطالب بحفظ احاديث هذا الكتاب. لماذا؟ لان الامام النووي رحمه الله اجتهد في اختيار هذه الاحاديث، يعني الاحاديث اللي جمعها وسماها الاربعون النوويه والعدد ديالها 42 حديث، وقد زاد عليها الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله 100 الاحاديث، ووصلها ل 50 حديث وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم. اذا هذه الاحاديث هي عصاره او تجمع الدين، او هي تجمع اصول هذا الدين. ولهذا ما من حديث من احاديث الاربعين النوويه الا ويتضمن جمله من الاحكام وجمله من العقائد وجمله من السلوكيات والاخلاق. يعني فانا ارغب اخواني في حفظ هذا المتن العظيم، وراه هو سهل في الحفظ. ولهذا كاع الاحاديث اللي كاينه فيه غالبا غادي نلقاو انفسنا حافظينها، بحال مثلا اول حديث وحديث انما الاعمال بالنيات، يعني اي واحد حاضر في المجلس لابد انه حافظه. الحديث الثاني هو حديث جبريل المشهور. هو حديث جبريل المشهور، راه رواه مسلم رحمه الله بلفظه، ورواه البخاري بألفاظ أخرى. فيه عن عمر رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طالع علينا رجل شديد بارد الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ أو أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست وليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم بهذا اللفظ. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والشاهد أيها الإخوة الأعزاء أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم، نفهم من هذا بأن هذا الحديث اشتمل على الدين كله. ومن فهم هذا الحديث بعدما حفظ لفظه حفظه وفهم، فإنه قد فهم دينه كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم يعلمكم دينكم. إذا هذا فيه أبلغ زاجر وواعظ لحفظ هذا الحديث. لماذا؟ لأنه شمل الدين كله. وللفائدة، فإن هذا الحديث بالإضافة إلى اشتماله على بيان الإسلام وبيان الإيمان وبيان الإحسان وبيان أشراط الساعة، فإنه تضمن علوما أخرى، تضمن مجموعة من العلوم. من أبرز هذه العلوم التي تضمنها هذا الحديث العظيم الجليل أنه تضمن علوما تتعلق بآداب العالم والمتعلم. ولهذا بعض العلماء ألف رسالة في هذا الحديث وسماها بلغة العالم المعلم والطالب المتعلم، وذكر مجموعة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، مجموعة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. أنا ما غاديش نذكر كاع هذه الفوائد، لأن ماشي المقام مقام بيان آداب الطلب وآداب التعلم،
وإنما نذكر بعض الإشارات وبعض الفوائد الخفيفة ثم نمر عليه. الحديث فيه أن جبريل عليه السلام لما جاء أسند ركبتيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفهم من هذا بأنه اقترب منه، بأنه قرب منه، جلس قريب منه. يعني أنا دائما كننبه على واحد المسألة، أن هذا المجلس هو مجلس تعلم، كلنا نتعلم، يستفيد بعضنا من بعض. يعني الأولى باش تحصل الفائدة ويبارك الله تعالى في هذا المجلس، الواجب علينا أن نتأدب ببعض الآداب، من بين هذه الآداب أن نتزاحم وأن تتلاصق أجسادنا في هذا المجلس، وأن يقترب بعضنا من بعض، وأن يقترب المتعلم من المعلم إن صح التعبير، وأن يقترب المتعلم من المعلم، لأن جبريل عليه السلام اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرب من المعلم أدعى لفهم كلامه وحفظ كلامه والفقه من كلامه وحسن الأخذ عنه. لأنك قد ما قربتي قد ما كتسمع مزيان، وقد ما كيكون قربك أدعى للتدبر وللتذكر. ويكفي في الدلالة على استحباب القرب من المتكلم أو من المتعلم ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، ثلاثة الناس، أحدهم آوى، معنى آوى قرب من الإيواء، يعني قرب وتزاحم وجلس في وسط المجلس. الثاني جلس في الخلف ديال المجلس. الثالث أعرض، ما جلسش معاهم، شاف حدث. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما هذا الذي آوى فآواه الله، هذا اللي قرب. إذا احرص أخي المسلم على أن تصيبك هذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا الذي آوى قرب فآواه الله. عبارة فآواه الله يحتمل أنها خبر، يعني يخبر، يعني اللي كيقرب كيقرب الله، وهذا يؤدي المقصود، أو يحتمل أن المراد به الدعاء، يعني اللي قرب أسأل الله أن يقربه، يعني أن يقربه منه وأن يقربه من رحمته وغيرها. إذن لعلك أخي المسلم اللي كتحضر لهذا المجلس وكتقرب، لعل يرجى أن يشملك هذا الدعاء أو هذا الخبر. أما هذا الذي آوى فآواه الله، يعني علاش انا كنجي انا الاول وكنمشي نتكع على الحيط؟ اي اللي معلول الله يسامح، ماشي معنى هذا ان داك اللي تكع على الحيط راه غادي يكون اثم، ولكن علاش انا نفرط في هذا الاجر ونفرط في هذه الفضيله هذه؟ اما هذا الذي آوى فآواه الله. الثاني، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني برك في الاخر ديال المجلس ما تزاحمش معاهم. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. والحديث ديال جبريل يدل على هذه المسألة، فإن هذا فإن في 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 هذا الحديث أن جبريل عليه السلام قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، لأن هذا أدعى للتعلم. وكان أحاديث كثيرة تدل على هذا الأصل، منها أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في حديث التشهد، يعني قال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفين، يعني ماذا نفهم من هذا؟ بأنه قريب منه، جالس قريب منه. فهذه فائدة لا بد أن نهتم بها ولا يجوز لنا أن نتغافل عنها. من بين الفوائد كذلك أن جبريل عليه السلام كما وصفه الصحابة رضوان الله عليهم لا يرى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الفائدة التي نأخذها من هذا أن هذه المجالس، مجالس القرآن ومجالس الحديث ومجالس الفقه ومجالس التفسير ومجالس العقيدة ومجالس النحو ومجالس التجويد، لا بد أن نأتيها بقلوب منشرحة، ولا بد أن نأتيها بلباس نظيف طيب وبرائحة زكية مباركة، حتى يبارك الله تعالى في هذا المجلس. لأنه كما قال الشافعي رحمه الله، وهذه الكلمة التي قالها يعني أقرها كثير من العلماء بعده، قال بأن من كان ثوبه نظيفا وكان ريحه حسنا كان ذلك أدعى لاتقاد فهمه وحضور ذهنه، يعني عندما كان اللباس نظيف وكانت الرائحة طيبة فإن هذا الطالب فإنه سيستحضر ما يقال له وسيعي غيفهم ما يقال له، وقد يقاس هذا الأمر على الصلاة،
يعني المصلي راه لا يليق بالمصلي انه مباشره من العمل ديالو من الوظيفه ديالو باللباس ديال الخدمه ديالو يمشيو في يد الله تعالى. هذا فيه قله توقير وقله تعظيم لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود بالمسجد في الايه الصلاه، يعني اللي بغى يوقف بين يدي الله تعالى يشوف لباسه كيداير، يشوف حالته كيدايره، خاصو يكون متادب وخاشع ظاهرا وباطنا. بل النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه والوقار. يعني ما تجيش وانت كتجري، لانك يعني الا جيت وانت كتجري اول حاجه غادي توصل عريان وغادي توصل كتلهث. اذا المقصود اللي هو الخشوع ما غاديش يحصل لهذا الشخص هذا، لانه كيلهث وعريان. اذا كذلك مجالس العلم يستحسن ان نحافظ فيها على هذه الاداب العظيم. اذا جبريل عليه السلام كما قال الصحابه رضوان الله عليهم: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه. من بين الفوائد التي ناخذها من هذا الحديث ايها الاخوه الاعزاء ان السؤال هذا من افضل الطرق في حصول العلم، لأن حصول العلم يحصل بثلاثة أشياء. العلم يحصل بثلاثة أشياء، وهذه الأشياء كلها توفرت في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو تأملنا سنن النبي عليه الصلاة والسلام، سنن النبي عليه الصلاة والسلام كاين واحد القسم هو عبارة عن أحاديث قولية، عبارة عن أحاديث قولية، بحال مثلا إنما الأعمال بالنيات، بحال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، بحال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه أحاديث قولية، هذا طريق من طرق العلم ومن طرق التعليم، أنك تجلس وذاك المتلقي أنت كتسرد هو كيسمع، هذا طريق من طرق العلم وانت هو طريق نافع. القسم الثاني والسبيل الثاني من سبل التعلم التعليم بالفعل، التعليم بالفعل. وهذه السنن أيضا السنن الفعلية فهي أيضا لها حظ وافر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. يعني لو تأملنا مثلا الأحكام العملية اللي هي الصلاة مثلا والوضوء والحج، يعني هذه العبادتان لو جمعنا الأحاديث الواردة فيها غادي نلقاوها فعلية أكثر. مثلا صفة الصلاة تعلمها الصحابة رضوان الله عليهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صفة الحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، والذي نقل لنا هذه الصفة هو جابر رضي الله عنه. يعني نقل لنا كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. كذلك الوضوء، فعثمان رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن عاصم نقلوا لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة رضي الله عنه نقل لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. يعني التعليم كيكون بالأحاديث القولية. الطريقة الثانية اللي هي السنن العملية، وهذا أيضا أمر لا يجوز لنا أن نغفله. ولهذا لو أردنا أن نربي أبناءنا أو أن نربي إخواننا وأصدقائنا وأحبابنا لابد أن ننوع في طريقة التعليم، لابد أن ننوع في طريقة التعليم. أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا مثلا اللي غادي نبغي نعلم أولادي ولا غادي نبغي نعلم غيري، لو اني مثلا سلكت هذا المسلك، علمت بالاحاديث القوليه وعلمت بالاحاديث الفعليه وعلمت بطريقه السؤال والجواب كما سانبه، نقصد اولا اني متبع السنه، لان هذه النيه وهذا القصد سيبارك الله تعالى في تربيته وفي تعليمه، لان القصد الباعث الاساسي شنو هو؟ هو متابعه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه رضوان الله عليهم هذه الطريقه، هذه بلا شك انها طريقه نافعه، لأن هذه الطريقة توقيفية. ومن هنا نشأت واحد المسألة اللي هي وسائل الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل عندها وسائل، وهذه الوسائل راها توقيفية، بمعنى لا يجوز لنا أن نبتكر وسائل من عندنا، بل يجب علينا أن نقتصر على الوسائل التي علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وكاين واحد الرسالة ديال عبد السلام بن برجس رحمه الله، دار توفي قريبا، رسالة سماها الحجج القوية في بيان أن وسائل الدعوة توقيفية. الحجج القوية في بيان أن وسائل الدعوة توقيفية.
يعني هذه الطريقة اللي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله تعالى راهي توقيفية، فهي وحي من عند الله عز وجل ومباركة، والدليل على هذا أنها آتت أكلها، نشأ عليها رجال، هؤلاء الرجال يشهد التاريخ ويشهد تشهد الأجيال جيلا بعد جيل بأنهم أفضل وأزكى وأطيب الرجال أو البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من بين الدرر التي قالها الألباني رحمه الله، ومن بين العبارات الجميلة التي قالها رحمه الله، ولهذا نرى أن الله عز وجل قد يفتح على بعض العلماء ويلقي على ألسنتهم كلاما يشبه كلام الأنبياء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول في وصف الحسن رضي الله عنه اللي هو الحسن البصري، كانت تقول بأنه يقول كلاما يشبه كلام الأنبياء. وكذلك كثير من السلف كان يعدوا شي أقوال تشبه كلام الأنبياء لدرجة أنها تختلط على بعض العلماء وينسبونها حديثا، وفي الآخر يكون حديث ضعيف، يعني تكون غير آثار موقوفة على بعض الصحابة ولا بعض التابعين، فترى أنها تروى مسندة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أي حتى أن بعض العلماء ما كيقدروش يفرقوا بينها إلا بعد البحث والتمحيص، حتى كيدرسوا الأسانيد على وش كيعرفوا بأن هذا موقوف على ابن عباس، هذا موقوف على ابن عمر، هذا موقوف على فلان، يعني راه ماشي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن هذا الكلام عليه آثار النبوة ما قدروش يميزوا. كذلك الألباني رحمه الله من بين العبارات التي قالها، وله نماذج كثيرة، له كلمات تكتب بماء الذهب، من بين العبارات قال فإن الناس مجبولون على اتباع العالم الذي يعمل بعلمه، فإن الناس مجبولون على اتباع العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الذي يطبق ما يقول عمليا، فإن الناس جبلت فطرت على اتباع قوله وعلى قبول قوله، يعني الناس لا يفرقوا كيلقوا بأن هذا الشخص كلامه يناقض أفعاله، فإن القلوب تنفر منه وما كيبقوش يحبوا كلامه. أما إن رأوا أن العالم يتطابق قوله مع فعله ويوافق فعله قوله، فإن القلوب تحب هذا العالم وتقبل كلامه. هذا أيضا من بين الأمور التي لا يجوز لنا أن نغفلها، إذا أردت أن تدعو وإذا أردت أن تأمر وإذا أردت أن تنهى فكن أنت أول المؤتمرين وأول المنتهين. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني لامهم الله تعالى وذمهم على ذلك لأنهم جمعوا بين الأمرين، كتأمر بشي حاجة وما كتنتهتلوهاش. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا اللي كيقول شي كلام ما كيطبقوش هذا يعتم، ولكن هذا باش خاص بالواجبات وخاص بمن ترك كل السنن وأدمن على ترك السنن. أما من رغب في سنة من السنن ولكن هو ما كيفعلهاش، هذا ما غاديش نلوموه، ولكن اللي كيلقاو مثلا كاع السنن تاركها كاع المستحبات تاركها وكيقولها للناس هذا قد يلام لوموه. ولكن اللي كيفعل السنن جملة ولكن سنة أو سنتين أو ثلاث ما دارهمش ولكن بلغ الناس، هذا لا يكون آثما، وهذا له نظير. فإن أبا الدرداء رضي الله عنه وعبد الله بن المبارك يعني وغيرهم نقل عنهم أنهم كانوا يقولون إني لأحدث بالحديث ولا أعمل به، ولكن رجاء أن يعمل به غيري فيكتب في صحيفته. يعني مثلا كاين بعض السنن اللي مثلا أنا لا أفعلها ولكن لحرصي على انتشار الخير وعلى انتشار السنن بين الناس كنبلغها، لأن مصلحة نشر هذه السنة أولى من مصلحة الوقوع في التناقض، لأن ملي غادي نوقع في التناقض غادي نقول شي كلام أنا ما كنطبقوش، هذه مفسدة، ولكن لقارناها مع المفسدة الأخرى اللي هي كتم العلم. أي المفسدة يا عم؟ ثانية، لهذا يجوز أنك تضحي بالمفسدة الأولى ولكن تجتهد أنك تواظب على هذه السنة. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله ذكر في صيد الخاطر قال بأن أحد العبيد رغبه، يعني ابن الجوزي كان وهبه الله تعالى قبولا، يعني كان إذا تكلم كان الحاضرون جميعا يبكون من كلامه ويتأثرون من كلامه. لماذا؟ لأن الكلام اللي خرج من القلب كيوصل
ولذا عمر بن ذر رحمه الله قال له ابنه قال علاش انت ملي كتوعظ الناس كيبكي وان وعظه غيرك لا يبكو. قال يا بني ليست النائحه السكلى كالنائحه المستاجر. ديك اللي كيموت ليها ولدها وكتبدو تبكي راه كتاثر في الناس كتبكي الناس، وديك اللي كنكليوها كنخلصوها باش تبكي ودير المندبه هذيك ما كتاثرش في الناس. علاش؟ لان بكاءها ليس من القلب. ولهذا مثلا قارئ القران الامام اللي كيقرا القران لو قرا القران وتدبر الكلام وقراه من قلبه واستحضر قيامه بين يدي الله تعالى ووقوفه بين يدي الله تعالى غادي تاثر المامومين، غادي تاثر بلا شك. اما لكان هو كيقرا وله نيه فاسده كيقرا ونيته مثلا الاجره التي سياخذ وغادي يقول راه قد ما جملت وزينت القرايه قد ما غتجيني الاعطيات وغادي يكثروا لي الاموال وقد ما قريت مزيان راه الناس غادي يشكروني وغادي هذا ما لا ينتفع الناس بقراءته، ما يستافدوش منه الناس ابدا. اما لو قرا، ولهذا يجب على من كان قادرا على اختيار الامام يجب عليه ان يختار اماما صادقا اماما تقيا لانه سيكون واسطه بينه وبين الله عز وجل. ما غاديش تختار الواسطه ايا كان. شوف عفوا امور الدنيا الا بغيتي تقضي شي مصلحه من توسط لك على واحد المسؤول كبير ما غاديش تختار من مواله، غادي تختار اللي عنده وزن اللي كيكون قريب من ذاك المسؤول. ولله المثل الاعلى. يعني في الامامه ما غاديش نختار من هب ودب. ولهذا المسلم مطالب ان ينتقي امامه. يعني مثلا هذا المسجد اذا كان مثلا هذا الامام فيه اقرب للسنه واحرص على تطبيق السنه ويرى فيه التقوى ويرى فيه الصلاح، يعني هذا اولى من غيره، هذا اولى من غيره بلا شك. وان كان وان كنا سنخالف امورا اخرى اننا غادي نصلي في مسجد اخر، لان الافضل هو ان يصلي المسلم في مسجد حيه. اما انه ينتقل لحي اخر لهذا المصلحه فهذه جوزها العلماء. اما انه يخرج لمدينه اخرى لاجل الصلاه فهذه ممنوعه لانها من شد الرحال. طيب شيء من هذا هو ان ابن الجوزي رحمه الله احد العبيد اللي الرق اللي كان في ذاك الزمان كان البشر يباعون ويشترون، كان معروف في تلك الازمنه. فاحد العبيد ملي شاف ان الناس يتاثرون بكلامه شنو ظن؟ قال بان ابن الجوزي لو تكلم على فضل عتق الرقاب راه الاسيان غادي يعتقوني. فرغب الى ابن الجوزي اللي يتكلم على عتق الرقاب، وابن الجوزي ما تكلمش على هذا الموضوع بعد شهور. فتكلم ابن الجوزي رحمه الله بعد مده في هذا الموضوع فاعتق ذلك العبد. ذاك العبد مشى عند ابن الجوزي قال راه تاخرتي عليا بزاف، تاخرتي عليا علاش ما تكلمتيش في هذا الموضوع؟ يعني غير تكلمتي في هذا الموضوع اعتقت، اعتقني سيدي. يعني كنت تكلمتي شحال هذا كان غادي يعتقني، يعني بقيت انا مربوط بقيت مسجون علاش تعطلتي عليا؟ قال ما كنتش نقدر. قال ابن الجوزي رحمه الله ما كنتش نقدر نامر الناس بعتق الرقاب ونرغبهم فيه حتى مشيت شريت رقبه، يعني شريت عبد واعتقت لوجه الله ثم رغبت الناس في هذا. اذا الشاهد من هذا ايها الاخوه الاعزاء ان العالم الذي يمتثل ما يعمل ما او ما يقول فان كلامه ادعى للقبول. وهذا كله في سياق طرق التعليم. قلت بان طرق التعليم ثلاثه. الامر الاول التعليم بالاحاديث القوليه. الامر الثاني التعليم بالاحاديث الفعليه. الامر الثالث التعليم بالسؤال والجواب. وما يمكن نفضلوا طريقه على اخرى، وانما يقال ما يمكن نقولوا بان هذا الطريق افضل من هذه او هذا الطريق افضل من هذا. علاش؟ لان السنه لو جمعناها مثلا، لو جمعنا السنه، جمعنا مثلا السنن القوليه غادي نلقاو واحد الكم كبير. الا جمعنا السنن الفعليه غادي نلقاو كذلك واحد الكم كبير. ولا جمعنا الاحاديث اللي فيها السؤال والجواب غادي نلقاو كذلك واحد الكم كبير جدا. على سبيل المثال مثلا الاربعين النوويه ما فيهاش الاحاديث الفعليه. ما فيهاش الاحاديث الفعليه، كاين غير الاحاديث القوليه والاحاديث اللي فيها السؤال والجواب. الاحاديث اللي فيها ان بعض الصحابه كيسولوا النبي صلى الله عليه وسلم غنلقاوها كثيره جدا. كذلك مثلا غادي نفتحوا صحيح البخاري في اي كتاب غادي نقراوا مثلا كتاب الوضوء غادي نلقاو بان السنن الفعليه كثيره والسنن القوليه كثيره. اذا يقال لكل مقام مقال. ما يمكن نفضلوا هذه الطريقه على هذه الطريقه او هذه الطريقه على هذه الطريقه، وانما يقال لكل مقام مقال. كاين بعض الناس ما كيناسبوا الا الطريقه الاولى اللي هي التعليم بالقول. كاين بعض الناس ما كيناسبوا الا الطريقه الثانيه اللي هي التعليم بالفعل.
وكاين بعض الناس اللي ما كتناسبو الا الطريقه ديال السؤال والجواب. وطريقه السؤال والجواب راه هي من انفع وسائل التعليم، راه وسيله عظيمه جدا، ولهذا ارشد الله تعالى الجاهل اليها، ولهذا الله تعالى لم يرشد الجاهل الى حضور مجالس العلماء مع انه مرغب في حضور مجالس العلماء، ولكن الله تعالى ارشد الجاهل الى طريقه السؤال والجواب، لان السؤال والجواب انفع للجاهل، لان الجاهل يقدر مثلا يحضر المحاضره من الاول للاخر ما يستوعب حتى شي حاجه، ما يفهم والو، ما يفهمش، يقدر يشوف مثلا شي سنه فعليه ما غاديش يقدر يفرق بين هذا بان راه هذا الفعل راه المقصود به التشريع، ولا بان هذا الفعل راه فعل جبلي، ولا بان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مباحث اخرى، لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها افعال اللي هي تشريع، وفيها افعال اللي هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها افعال اللي هي جبليه، ما غاديش يقدر يفرق، ما عندوش ميزان، ولهذا كتبقى انفع الطرق بالنسبه ليه هي طريقه السؤال والجواب. قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولهذا جبريل عليه السلام جاء ليعلمنا ديننا، يعني تصوروا ايها الاخوه الاعزاء الدين كامل باش غادي نتعلموه، اش من طريقه؟ واش بطريقه القول ولا بطريقه الفعل ولا بطريقه السؤال والجواب؟ شنو الطريقه؟ طريقه السؤال والجواب. اذا هذا يدل على اهميه هذا الامر، ولهذا اسال الله ان يوزعنا جميعا للحرص على هذه السنن، مثلا حتى مع الابناء، يعني في مقام التعليم يعني يفتح لهم هذا الباب اللي هو باب السؤال، باب السؤال يفتح لهم هذا الباب، لأنه سيفتح عليهم علوما عظيمة جدا. إذا هذا الأمر لا يغفل. إذا الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة فكلاها طرق نافعة، وكلاها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن هذا الحديث فيه الفائدة العظيم، وهو أن ديننا تعلمناه بطريق السؤال والجواب. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتهيبون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى يعني لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولعظم قدره ولمهابته في قلوبهم، ما كانوش كيزعموا يسولوه هيبة له وتوقيرا له، يعني كان عندهم هذا الأمر، لأن من بين الأمور ومن بين الفوائد العظيمة اللي خصنا نتعلموها، وهو أن الواجب على المسلم أن لا يتصل بالعلماء إلا وهو على أكمل الهيئات وعلى أنظف الحالات. وهذا أخذه الشوكاني رحمه الله في نهاية الأوطار، أخذه من حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي أبا هريرة في الطريق، فانخنس أبو هريرة ثم جاء وسلم عليه، فقال له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إني كنت جنبا، يعني فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال الشوكاني رحمه الله: من بين الفوائد أن الواجب أن لا نتصل بأهل الفضل إلا ونحن على أكمل الهيئات. يعني هذا الصحابي الجليل من فقهه ما بغاش يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ما بغاش يسلم عليه وهو على جنب، فلا بد من الاعتناء بهذه الامور. حتى الامام مالك رحمه الله كان اذا اراد ان يجلس في مجلس الحديث فانه كان يغتسل ويتطيب ويلبس انظف ثيابه ثم يجلس فيحدث. حتى في الجمعه شرع لنا ان نلبس ثيابا جميله، وفي صلاه العيدين شرع لنا كذلك أن نهتم بهندامنا وغيرها. إذا أيها الأخوة الأعزاء، فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان الصحابة يتهيبون من سؤاله، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كنا لنفرح بمجيء الأعرابي من الآفاق، يعني الأعرابي المقصود بالأعراب هما اللي كيسكنوا البادية، ماشي المقصود بالأعراب هما العرب. ولهذا من تدليس الناس ومن جهلهم ومن تحكمهم في القرآن كيقولوا راه الله تعالى ملي قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا راه المقصود بهم العرب، يعني ضد العجم. هذا خطا، راه المقصود بالاعراب الناس اللي ساكنين غير في البوادي بعاد على الناس. وفعلا يعني ذاك الانسان اللي كيكون بعيد على المدينه وبعيد على 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 الناس وبعيد على المساجد وبعيد على اهل العلم وبعيد على طلبه العلم، يعني كيف غتكون الاخلاق ديالو؟ غتكون اخلاقه جافه. ولهذا الانسان ما سمي انسانا الا لانه يانس ببعضه البعض. الإنسان سمي إنسانا من الأنس أو من النسيان أو غيرها، من الأنس، لأن ما يمكن الإنسان يعيش وحده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، بدا شنو معناها؟ سكن البادية، ساكن غير في البادية، ولهذا الأخلاق ديالهم تكون جافة لأنهم ما كيجالسوش أهل العلم.
وما كيصليوش في المساجد، يعني المسجد كيكون بعيد عليه. حتى الجمعه كاين الناس ديال البادية كتكون الجمعه بعيد عليه، يعني راه معذور شرعا، كيصلي غير في بيته، ما كيحضر المجالس العلم، ما كيجالس اهل العلم، ما كيجالس طلبه العلم، يعني كيف سيستفيد هذا الله؟ يعني قال اذا المقصود بالايه الاعراب واشد كفرا ونفاقا، المقصود بهم سكان الباديه، سكان بمعنى ان اللي امنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام هم اهل الحضر الغالب عليهم، اما في الباديه مؤمن هم من امن ولكن الغالب عليهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. شاهد ايها الاخوه الاعزاء ان انس رضي الله عنه قال كانوا كيفرحوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى جا شي اعرابي باش يسول، لانهم ما كانوش كانوا يهابون من السؤال، وعلاش؟ لانهم كانوا يعلمون بان كثره السؤال قد تضجر النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما اهلك من كان قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. ولقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوكم، ولكن المقصود بهذه النصوص هذه المقصود بها الاكثار من السؤال او السؤال في غير محله او في غير اوانه، يعني ماشي نسول في اي وقت. ولهذا مثلا من الفقه، يعني مثلا بعض اهل العلم كنسمعوا مثلا السائل كيسول شي سؤال كنلقوا بان العالم كيجاوب جواب بعيد على السؤال، الذي لا علم عنده اللي قلبه ملوث ومملوء بالحقد وبالكراهيه لاهل العلم كيسيء الظن بهذا العالم، كيقولوا شوف هذا السؤال فين وشوف العالم فين كيجاوب، يعني انا لا كنت في بلاصتو غادي نجاوب جواب واضح. العالم فقيه، العالم فقيه، العالم فقيه رأى أن المصلحة أن يحيد عن الجواب أو أن يجيبه بما هو أنفع له، ورأى العلماء تكلموا عن هذه الفوائد في حديث البحر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم نركب البحر ولا ماء عندنا أفنتوضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته، يعني زادهم لأنهم مسؤولوا غير واش توضأوا منه ولا لا، يعني الجواب خاصو يقول نعم، وزادهم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. لهذا العالم إذا لقيتي مثلا ما جاوبكش حاد على الجواب ما تحكرش عليه، صافي استأذن وصافي، ما تبقاش تقول ليه لا ولا كذا ولا كذا، هو أفهم لأنه ماشي، لأن الصورة اللي ولا سبق ونبهت ليه، لأن بعض المنافقين حاولوا يبينوا لنا بأن العلماء راه ناس عايشين في القرون الوسطى، يعني ناس مغفلون، وهذا باطل، راه أعقل الناس هم العلماء. يعني لو رأيت أن العالم حاد ما تحكرش عليه، خلي حتى مرة، ربما ليس له همة وليس له رغبة في الجواب، ربما خاطره مكدر، فهو أعرف بنفسه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ضروري ما تركتكم، يعني لا لقيتوني ما تبقوش تسولوا فيا، ضروري ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا كما قلت أيها الأخوة الأعزاء كاين فوائد كثيرة في هذا الحديث، فوائد كثيرة كثيرة جدا، ولأن هذا الفاصل أو هذه النبذة حول هذا الحديث ما عندها علاقة بهذه السلسلة اللي احنا فيها اللي هي أصول أهل السنة، ولكن ذكرت هذا الحديث كما قلت كتوطئة، لأنني إن شاء الله تعالى ابتداء من الحصص المقبلة غادي نبداو في ذكر أركان الإيمان، أركان الإيمان. وبما أن هذا الحديث اشتمل على أركان الإيمان رأيت من المصلحة أن أذكره، وبما أنه أيضا اشتمل على الحديث عن أشراط الساعة أو عن بعض أشراطها، وإن شاء الله تعالى غادي نتحدث على أشراط الساعة، رأيت من المصلحة أن أذكر هذا الحديث. إذا هذا الحديث ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، أربعة حوايج نذكرو فيه، الإسلام، الإيمان، الإحسان، أشراط الساعة. وغادي نحاول إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الحصة اللي عاود عرض لنا هذا الحديث غادي نعطيوه كتاب من حس المسلم اللي عرض لنا هذا الحديث، وغادي نحاول ان شاء الله تعالى الحصه المقبله، وهذا امر الزامي ايوه دابا غادي، وهذا امر الزامي سمعتيني، الحصه الجايه ضروري غادي نحافظ الحديث ما فيش ما هذا خاص صافي. اذا الحصه المقبله هذا امر الزامي، هذا الحديث خاصكم تحفظوه، حديث جبريل المشهور، غادي نحاول الحصه المقبله نختار بعض الاخوان وغادي يعرضوا لنا هذا الحديث. اذا ابتداء من الحصه المقبله ان شاء الله قبل ما ندخل في الايمان بالله عز وجل غادي نذكر معنى الاسلام، معنى الايمان، معنى الاحسان والعلاقه بينهما والفرق بين هذه الالفاظ، وهذه الالفاظ شنو علاقتها ببعضها البعض، ثم سنشرع في ذكر الايمان بالله عز وجل ما معناه.
إذا الآن غادي يطولوا لنا شي إخوان وغادي يعرضوا لنا هذا الحديث هذا، واللي عرض لنا هذا الحديث غادي ياخذ كتاب من حسن المسلم، وهذا راه من أنفع الكتب في الأذكار، من أنفع الكتب بحيث أنه صغير، ماشي معنى أنه هو أول من صنف، راه كاين كتب قبله، راه البخاري رحمه الله في صحيح عنده كتاب الأذكار الدعوات، الإمام مسلم تاهو عنده كتاب الأذكار في صحيحه، كاين كتاب عمل يوم والليلة لابن السني وللنسائي، الأذكار الإمام نووي رحمه الله، الكلم الطيب لابن تيمية، الوابل الصيب لابن القيم، راه كاين كتب كثيرة مؤلفة بالأذكار، غير هذا الكتاب هذا هو كتاب كتب له القبول، وانتشر انتشارا عظيما بين الناس، إذا هذا كتاب عظيم جدا لمؤلفه سعيد بن وفي القحطاني، إذا غادي يحاولوا يطوروا شي ثلاثة الإخوان ويعرضوا لنا هذه الحديثة. نعم يلا. يلا سيدي.